أهلا بكم أيها الأحبة، وأنتم تستذكرون شهدائكم والدماء التي لا زالت عالقة في ذاكرة حتى الفاقد لذاكرته. منذ بداية العام وجامعة البصرة تستعد لهكذا مناسبة، أولا استذكارا لهؤلاء القادة الأبطال الذين لولاهم لم ينعم العراق بهذه الوحدة وهذه الرفعة وهذه العزة، نستذكرهم أولا. وفي هذه السنة كان هنالك مهرجان مختلف تماما، حيث أتيحت الفرصة لطلبتنا الأعزاء ليس إكراها ولا إجبارا ولكن ليعبروا عما في داخلهم تجاه هؤلاء الأبطال. اليوم جمع من طلبة ومتطوعين في محافظة البصرة وبرعاية رئيس جامعة البصرة قمنا هذا الحفل التأبيني استذكارا وتخليدا لدماء الشهداء الذين أسمتهم المرجعية الدينية العليا سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين الثاني بأبطال معارك الانتصار. نعم اليوم بصراحة هو أفضل رد نرد على الأعداء هو إقامة هكذا مجالس، هكذا محافل، هكذا مناسبات، وبالخصوص في الحرم الجامع اليوم نصل رسالة إلى العالم بأكمله أن دمائهم وستبقى حرارة في قلوبنا إلى أبد الآبدين. الكبيرة في جامعة البصرة ومهرجان قادة النصر وتأبينهم لشهداء العراق.